بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن القسم الرابع من التحاليل التي تجريها المرأة الحامل أثناء الحمل وما أسباب هذه التحاليل. طبعا يعني بعض هذه الاختبارات تتم كنوع من الفحص، فهي يعني توضح إذا كان هناك خطر من الإصابة ببعض المشاكل الصحية المحتملة، سواء يعني كانت لك أو لطفلك. وأيضا بناء على نتائج هذه التحاليل فقد يعني يطلب الطبيب القيام ببعض الفحوصات الأخرى، وطبعا تساعد هذه الفحوصات على يعني التأكد من يعني استبعاد نوع من أنواع المشاكل الصحية لك أو لطفلك في المستقبل أو في الفترة الحالية في أثناء فترة الحمل. وهذه أهم الأسباب التي يعني تكون قد تكون سبب يعني لفحص الطبيب للمرأة الحامل، أو يعني أن يزيد الطبيب فحوصات أخرى غير روتينية، يعني مثل فحص السرطان أو فحوصات أخرى للسائل الموجود في الرحم أو فحوصات أخرى جينية. أيضا قد يحتاجها الطبيب للتأكد من عدم تعرقل نمو الجنين بشكل سليم أو صحيح. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.